ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير صحيفة الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، يعني بداية، كيف تقرأ الرسالة وراء إنشاء وتدشين هذا المجمع، مجمع مصانع الرمال السوداء الذي تم افتتاحه اليوم، خاصة أن تلك الرمال تعد من أهم الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدولة المصرية؟ بالفعل في النهاردة هو إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية من ضمن الاستراتيجية الشاملة للتنمية 2030. ولو بصينا على مفهوم الاستراتيجية الواضح اللي هو فن وعلم استخدام جميع موارد الدولة من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، الدولة في استراتيجيتها التي تم وضعها عام 2014 كل موارد الدولة الطبيعية بيتم الاستفادة منها بشكل كبير جدا في هذه الفترة. احنا بنسمع عن الرمال السوداء دي من سنوات طويلة جدا، عن الرمال السوداء، لكن ما كانش في اي تحرك من الدولة او اي استثمارات بها، لكن في الوقت الحالي تم انجاز هذا المشروع طبعا في زمن قياسي جدا، وتم الانتهاء منه، والنهاردة الرئيس بيفتتحه. ده هيعود بالنفع على الدولة المصرية من خلال تصدير هذه المواد المستخرجة من الرمال السوداء، فتح فرص لعمل كبيرة داخل، أكثر من 5000 فرصة عمل داخل هذا المشروع من أبناء المحافظة ومهندسين وكيميائيين وغيره. أيضا بيعود بالنفع على المنطقة ككل وإعادة المنطقة التي تم إقامة فيها هذا المشروع. إذن هذا استثمار كبير جدا. النهاردة سيادة الرئيس قال إن هو بيفتح المجال أمام المستثمرين من أجل الاستثمار في الرمال السوداء اللي هي على السواحل الشمالية وأيضا سواحل البحر الأحمر في الجنوب في برنيس وخلافه. كل دي هتعود طبعا بالنفع، كلها مواد أكتر من 40 مادة بيتم استخلاصها من الرمال السوداء، بتستخدم في الطائرات، الموبايلات، الشرائح الذكية للأجهزة الكمبيوتر، لصناعات كثيرة. صحيح. جدا هيتم الاستفادة منها في الدولة المصرية. الدولة المصرية في استراتيجية واضحة قدامها، هذه الاستراتيجية بتنفذ بمنتهى الدقة وفي أوقات زمنية قصيرة من أجل التنمية الشاملة داخل الدولة، وهو ده اللي احنا بنشوف كل يوم إنجاز جديد بيضاف إلى إنجازات الدولة المصرية من أجل التنمية، من أجل فرص عمل جديدة، أيضا من أجل جذب الاستثمارات و توفير العملة الصعبة. يعني أستاذ جميل، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلته أكد على ضرورة أهمية استغلال القطاع الخاص تحديدا لمثل تلك المشروعات، لأن هذه المشروعات بتدر عائد كبير في ظل ارتفاع طلب السوق العالمي عليها من ناحية، وأيضا احتياجات السوق المحلي وفقا للدراسات العلمية والبحوث التي أجريت في هذا المجال. كيف تقرأ دعوة الرئيس بضرورة يعني اشراك القطاع الخاص في تعظيم الاستفادة من هذا المشروع؟ هو عايز اقول لحضرتك ان القطاع الخاص لا يمكن ان ينفصل عن الدولة المصرية، والتنمية والنمو داخل الدولة المصرية القطاع الخاص هو شريك اساسي فيه. فالمشروعات القومية الكبرى والاستثمارات اللي بيتم ضخها من قبل القطاع الخاص والعمل على عليها، كل ده بيعود بالنفع على القطاع الخاص نفسه وبيعود بالنفع على الدولة المصرية. واحنا لو شفنا من اكثر من يومين كان الرئيس مجتمع مع عدد كبير من المستثمرين المصريين من اجل العمل على زيادة استثماراتهم داخل الدولة والعمل على الدخول في المشروعات القومية اللي بتعود بالنفع على الدولة المصرية. التنمية داخل الدولة المصرية للحكومة والقطاع العام وأجهزة الدولة، وأيضا على الجانب الآخر القطاع الخاص عليه دور كبير في التنمية وعليه دور كبير جدا في خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات وأيضا توفير العملة الصعبة في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة إن شاء الله، لأن زي ما بقول لحضرتك هو شريك أساسي في نجاح الدولة وشريك أساسي في عملية التنمية داخل الدولة المصرية.
برأيك أستاذ جميل، يعني كيف سيساهم تصنيع الرمال السوداء في تقليل يعني فاتورة الاستيراد التي طالما أثقلت الاقتصاد المصري لعقود طويلة؟ هو بالطبع الرمال السوداء واستخلاص منها المواد منها زي ما قلت لحضرتك أكثر من 40 مادة يتم إدخالها في الدهانات، يتم إدخالها في الشرائح الذكية، يتم استغلال كل الأشياء اللي كانت بتستورد من الخارج هيتم الاستفادة منها أو إنتاجها داخل الدولة المصرية، فإحنا هنقل عمليات الاستيراد. على الجانب الآخر إن إحنا هنصدر المشتقات الرمال السوداء إلى العديد من الدول اللي هي أيضا هتجذب لنا العملة الصعبة بشكل كبير، لأن هذه المواد في دول عديدة ودول كبيرة بتحتاج هذه المواد في صناعة الطائرات، في صناعة زي ما قلت لحضرتك الشرائح الذكية، أجهزة الكمبيوتر، الصواريخ وخلافه، كل ده بيتم استغلاله من الرمال السوداء والمواد المشتقة من الرمال السوداء. إذن الدولة ستستفيد في كل الأحوال من خلال وجود مواد خام نقدر إن احنا نستفيد منها ونصنع الصناعات المصرية اللي احنا محتاجينها، هيقلل من التكلفة وهيقلل من الاستيراد من الخارج، وعلى الجانب الآخر أيضا هنستفيد منها من تصدير جزء منها إلى الخارج والاستفادة بالعملة الصعبة للدولة. الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا. قيمة مضافة لقطاع الثروة المعدنية بمصر بافتتاح وتدشين هذا المصنع اليوم وهذا المجمع الصناعي الكبير بالبرولوس بمحافظة كفر الشيخ، المقام على مساحة تصل إلى 80 فدانا وتضم 6 مصانع.